هذا الافتتاح سيكون في مرحلة أولى لمركبات ذات الوزن الخفيف. كما أغتنم هذه الفرصة لأطمن ساكنة ولاية جيجل على مواصلة الأشغال، وأؤكد بأن القطاع لم يدخر بأي جهد لتكثيف كل الجهود والموارد البشرية والمادية لإعادة فتح كلي لهذا الطريق، أي حتى للمركبات ذات الوزن الثقيل. فتح مقطع بولخماس الطريق الوطني رقم 43 الذي يعد شريان اقتصادي في حركة المرور الرابط بين ولايتي جيجل وبيجاي. اليوم الحمد لله أنه مخابر الدراسات ومكاتب الدراسات والمصالح التقنية للأشغال العمومية أكدت أنه يمكن فتح الطريق في الاتجاهين، وهذا ما سيسمح بالقضاء على معاناة سيما ليس فقط مستعملي الطريق ولكن حافلات نقل المسافرين